الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن لله عبادا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد بفضل الله مع التلاوة. بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة سيدور حديثي مع حضراتكم حول الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الإخفاء الحقيقي. الإخفاء الحقيقي قلنا في الحلقة الماضية إن الإخفاء هو النطق بالحرف، النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنركز على حروف الإخفاء وعلى سبب الإخفاء. أما عن حروف الإخفاء فهي 15 حرفا، 15 حرف. حضرتك عاوز تدركهم، إما أن تحفظ هذا البيت: صف ذا ثنى، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى، ضع ظالما. خد أول حرف من كل كلمة، هتلاقي حضرتك مجمع في الآخر 15 حرف. صف هناخد إيه؟ الصاد، فالصاد من حروف الإخفاء. يعني حضرتك لو لقيت النون الساكنة بعدها حرف الصاد اخفي النون، قم بإخفاء النون. يبقى صف ناخد إيه؟ الصاد. ذا ناخد حرف الذال. ثنى حرف الثاء. كم الكاف. جاد الجيم. شخص الشين. قد القاف. سما السين. دم يعني الدال. طيبة الطاء. زد الزاي. في الفاء. تقى التاء. ضع الضاد. ظالمة الظاء. يبقى انت كده عندك كم حرف؟ 15 حرف. طيب دي اول طريقة ان حضرتك تحفظ البيت ده وتعرف أول حرف من أول كل كلمة. طيب الطريقة التانية إن حضرتك تحفظ حروف الإظهار اللي هي إيه؟ ها؟ إن غاب عني حفيدي همني خبره. طيب وتحفظ حروف الإدغام اللي هي يرملون، وتحفظ حرف الإقلاب وهو الباء، وما عدا ذلك فهو من حروف الإخفاء. اختر أيهما شئت، يعني هذه الطريقة أم الطريقة الأخرى. طيب صف ذا سنة، يعني هو بيصف شخص ويقول أنه كريم، كم جاد شخص قد سما، وبيقول لك دم طيبة يعني خليك طيب، طيب النفس. زد في تقى يعني تزود من التقوى. ضع ظالمة يعني حضرتك لا ترفع ظالما. دي معنى البيت باختصار. طيب الآن ندخل في سبب الإخفاء. إيه مولانا اللي يخلينا نخفي النون الساكنة لو وقع بعدها حرف من هذه الأحرف اللي هي إيه؟ إحنا قلناهم في البيت. طيب سبب الإخفاء حضرتك أن النون الساكنة، عدم التقارب بين النون الساكنة أو التنوين وبين أحرف الإخفاء 15 فتضغم. طيب ايه معنى الكلام اللي هو انا حاسس له صعب شويه؟ طب احنا هنبسطه واحده واحده. حضرتك اي حكم الاحكام
عشان تعرف سببه لازم تعرف حاجة مهمة جدا. ايه الحاجة ديك؟ هل بين النون الساكنة وما بعدها تقارب؟ انت تعمل كده، تجيب النون الساكنة وتشوف الحرف اللي بعديها، هل بينهما تقارب؟ يعني في علاقة قرب بين النون وهذه الأحرف، ولا علاقة بعد؟ شوف، تخيل، شوف العلماء بيركزوا فين في العلاقة بين الأحرف. طيب يا مولانا أنا والله فعلا ركزت بين النون الساكنة وما بعدها. طيب أنت ركزت في العلاقة، وجدت إيه؟ ماذا وجدت عند تركيزك؟ وجدت أن هناك تقاربا، في تقارب بين النون وما بعدها. خلاص وانت مغمض كده اعرف ان الحكم هذا يسمى ادغاما او اخفاء. تمام كده؟ طيب انا ركزت في العلاقة بين النون الساكنة وما بعدها فوجدت هناك تباعد بين النون وما بعدها. اعرف علم اليقين ان هذا يسمى اظهارا. واحفظ مني هذه الجملة: كلما بعدت العلاقة بين النون الساكنة وما بعدها من أحرف كان الإظهار أقوى وأبين وأشد. على طول لما يكون في هناك تباعد بين النون الساكنة وبين الأحرف التي بعدها هذا يسمى إظهارا. طيب يبقى إذن بعد هذا الكلام ما سبب الإخفاء؟ أولا عدم التقارب بين النون الساكنة والتنوين وبين الأحرف 15 فتضغم. طيب وعدم التباعد بين النون الساكنة أو التنوين وبين الأحرف 15 فتظهر. يبقى مفيش تقارب عشان كده نضغمها، ومفيش تباعد عشان نظهرها. أمال نعمل إيه؟ نخفي النون الساكنة أو التنوين، لازم نخفيها عشان مفيش تقارب ومفيش تباعد. ليه؟ عشان حضرتك عارف لو في تقارب نضغم ولو في تباعد نظهر. مفيش تقارب ولا تباعد يبقى نعمل ايه؟ نخفي النون الساكنة أو التنوين. انت كده مركز معايا وفاهم؟ طيب انا هجيب لك مثال بسيط عشان يعني بالمثال يتضح المقال. اقرأ معي هذه الآية: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، هنا في إيه؟ في تنوين. بعد التنوين حرف ايه؟ حرف الصاد، ده اول حرف في البيت اللي احنا ذكرناه مع بعض. نعمل ايه؟ نخفي النون. طب ازاي؟ ريحا صرصرا، ريحا صرصرا. طبعا الغنة مفخمة لان الغنة تتبع ما بعدها. احفظ الجملة دي كويس جدا جدا لانك هتحتاجها في ايات كثيرة. الغنة تتبع ما بعدها والالف يتبع ما قبله. أيضا الكلام يحتاج إلى شرح. الغنة تتبع ما بعدها يعني الحرف اللي بعدها، لو الحرف اللي بعدها مفخم بنفخم الغنة، نقول إيه؟ من قبل، من قبل. طب لو الحرف اللي بعد النون حرف من حروف من الحروف المرققة نرقق الغنة، نقول إيه؟ إن كنتم، كنتم. تمام؟ طب الألف؟ لا، الألف يتبع ما قبله. زي إيه؟ كلمة طائعين. هو أصلاً الألف في حد ذاته كده، الألف لوحده مرقق، بس بنشوف اللي قبله، لو اللي قبله حرف مفخم بنفخم الألف، نقول إيه؟ طائعين، طائعين. طب لو اللي قبل الألف مرقق نعمل إيه؟ نرقق الألف، نقول جاء، جاء، وهكذا. يبقى الآن أدركنا سبب الإخفاء. طيب إيه مراتب الإخفاء؟ هو الإخفاء له مراتب؟ نعم. أول مرتبة بنسميها إيه؟ المرتبة العليا، أعلاها عند ثلاثة أحرف، ثلاث حروف: الطاء والدال والتاء. دي أعلى حاجة في الإخفاء. الإخفاء يكون يعني ظاهر وواضح وبين. طيب أدناها، أدنى مرتبة
تحس اللي هي اصلا قريبة من الاظهار عند حرف القاف والكاف. طيب واوسطها عند باقي الاحرف. يبقى اذا بعد هذا الكلام ادركنا سبب الاخفاء ومراتب الاخفاء، وان الاخفاء عبارة عن النطق بالحرف بين الاظهار والادغام عار عن الغنة مع عار عن التجديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. والآن نقرأ الآيات من سورة محمد من الآية الواحدة والثلاثين والثانية والثلاثين، وبعد ذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. صدق الله العظيم. معنا أول اتصال، إيمان القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم. يا إيمان، نعم. أين القلقلة في حرف الباء؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. جميل. إن الذين كفروا مرققة. حاضر. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. احنا لسه بنشرح في الإخفاء، دي حكمها ايه؟ نون ساكنة وبعدها سين. دي حكمها ايه؟ إخفاء. ايوه، لسه بنشرح فيه في حلقة اليوم. عن سبيل، دي اسمه إخفاء حقيقي. عن سبيل الله وشاك الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ودي مد لازم ست حركات. حاضر. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط. لن يضر الله شيئا. قفي على شيء. نعم، وارجعي تاني. ماشي. وعشان حتى الواحد ما يزنقش نفسه يبقى بيقرأ وهو مرتاح. ماشي. لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بارك الله فيك، ربنا يحفظك يا رب. معنا أمال من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أخباركم. الهمزة مرققة والخاء مفخمة. أخباركم. ونبلو أخباركم.
أخباركم. جميل. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. لو حضرتك لو انا من بعد ما حضرتك تبين لهم. هعمل ايه؟ وشاقوا الرسول، وقف وارجع تاني اقول وشاقوا الرسول واكمل عادي. ارجع يعني للايه من الاول ولا اكمل؟ ان الذين كفروا. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول. جميل جدا. نعم جميل، اتفضلي. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بارك الله فيك، ربنا يحفظك يا رب. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. عدنا إلى حضراتكم بفضل الله. معنا أول اتصال من ياسمينة الإسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول. مد شوية يا سمينة. وشاقوا ديك بنمدها 6 حركات. وشاقوا نمدها شوية. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن لا ارجعي تاني. وشاقوا الرسول. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. عندك كم سنه يا ياسمينة؟ عندي 10 سنين. ما شاء الله، ربنا يحفظك. حافظه كم جزء يا ياسمينة؟ حافظه 7 اجزاء وانا بغافر دلوقتي. 7 اجزاء وبغافر، ما شاء الله، ربنا يحفظك ويبارك فيكي. قراءه جميله على فكره يعني، ومخارج حروفك مخارج سليمه، ربنا يحفظك ويبارك فيكي يا رب. معنا احمد من سويف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم يا احمد ولا نبا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. ونبا نفس الحكايه، الباء لما تكون ساكنه تمام، او حروف القلقله عموما اسمها ايه؟ قطب جد، يعني القاف والطاء والباء والجيم والدال، دي اسمها ايه؟ اسمها حروف المقلقلة. الله يفتح عليك. عندك في اول الآية وفي اخر الآية ولا نبأ ونبلو اخباركم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. لا ما تخليش بقى الهمزة تاخدك وترقق الخاء، يبقى القوي هو اللي بياخدك نحو الضعيف مش العكس، فاهم القاعدة ديك؟ أخ مش أخ، فهمت الفرق؟ لأن الهمزة مرققة والخاء مفخمة. طب والباء اللي بعديها؟ الباء مفخمة. لا مرققة. كل الحروف يا أحمد في القرآن كل الحروف مرققة ما عدا خص ضغط قز، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، وكل الحروف في القرآن مرققة. تمام؟ يبقى عشان أعمل إيه؟ أعمل اسمها رياضة. ليه؟ شوف تخيل حرف مرقق وبعد كده حرف مفخم وبعد كده أرجع ثاني حرف مرقق أخ باء. عشان كده قالوا إيه؟ وليس بينه وبين تركه، عارف ترك إيه؟
التجويد، الفرق بين الواحد اللي فاهم التجويد والتاني اللي مش فاهم، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يعمل رياضة في فك اللسان عشان يطلع الحروف من مخارجها الصحيحة، وعشان يطلع كل حرف بصفاته الصحيحة. اتفضل يا أستاذ أحمد. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بارك الله فيك يا أحمد، قراءة جميلة. معنا محمد أيضا بني سويف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا، نفس القضية أستاذ محمد. أخباركم أخ. ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بارك الله فيك يا محمد. ملحوظة يعني سريعا، أنا مش عاوز اللي بيقرأ يقرأ الحروف وهي ميعة، يعني ايه؟ يعني ما فيهاش تحقيق، لا، انا عاوز اللي يقرا يحاول يقرا ان الذين كفروا، يوضح مخرج كل حرف وصفه كل حرف. في بعض اللي بيقرا يقرا الحروف انت مش عارف او لا تشعر بالحرف ده طالع منين، لا، انا عاوز اللي يقرا يعرفني ان الحرف مخرجه من هذا المكان. ان الذين كفروا وصدوا، مشايخنا علمونا كده. معنا محمد من غربية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين من والصابرين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا محمد، لن يضروا. لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ما شاء الله. عندك كم سنة يا محمد؟ 15. حافظ كم جزء؟ لحد سورة النساء. من فوق ومن تحت كده ولا من تحت لفوق؟ من كل الله أحد. ما شاء الله، يعني أصلك آل عمران والبقرة. الحمد لله. بتسمع بقى الشيخ مين؟ تحب تسمع الشيخ مين؟ الحسن طبعا. أنا بصراحة محمد أنا أحييك على هذه القراءة، يعني قراءة متقنة. ليه؟ عارف ليه يا محمد؟ لأنك أنت ربيت ودنك على سماع العظماء القدامى. لما واحد يجي الشيخ أحمد المراغي. نعم. كنت بكلم الشيخ أحمد المراغي، لما كنت بكلمه بقول لي أنت خليفة الشيخ محمود خليفة. ما شاء الله.
لما واحد يجي يقول لي يا مولانا انا نفسي صوتي يكون حلو زيك، صوتي يبقى حلو يعني اعمل ايه؟ اقول له ربي ودنك. يقول لي ازاي يا مولانا، هو في الودن هتربيها ازاي يعني؟ ربي ودنك بالسماع. بس اسمع مين؟ اسمع الخمسة العظماء القدامى المصريين، والله العظيم هتتعلم الصوت الجميل وهتتعلم المخارج والصفات وهتظهر زي الشيخ محمد كده. اسال الله ان يحفظك وان يبارك فيك وان يبارك في اهلك يا شيخ محمد، ربنا يحفظك يا رب. معنا حازم من اسيوط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول مد شوية يا حازم، مد شوية لأنها دي مد لازم، ست حركات. وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ما شاء الله لك يا حازم. عندك كم سنة يا حازم؟ 14. حافظ قد ايه يا حازم؟ نص القرآن. ما شاء الله، ربنا يحفظك. دي يعني لون جديد او مدرسة اخرى من المدارس. صوت جميل، ربنا يحفظك وبارك فيك يا رب. وانا بقول يعني ان مصر مليئة بالمواهب والكنوز ومحتاجة حد يكتشفها والله، ربنا يحفظك وبارك فيك يا حازم. طيب الشيخ حازم عمل حاجة حلوة قوي، قال ايه؟ وشاق الرسول. طيب ونقص المد شوية عن مقداره. طيب المد اللازم ده يعني انت حتى يعني تشعر من اسمه انه لازم، يعني لازم تمده، ما فيهوش قصر، ما فيهوش الجواز زي المد المنفصل، لا. وشاق الرسول، تمام، الى اخر الايه. فبارك الله فيك يا حازم. معنا محمد من الشرقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا محمد ارجع تاني من بعد ما تبين لهم الهدى. لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ما شاء الله يا محمد، جميل جدا والله. النهاردة ما شاء الله الخير في هذه الحلقة كثير، يعني أسأل الله أن يزيد وأن يبارك. معنا أحمد أيضا من الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا
تبين لهم الهدى لن لا تاني تاني يا احمد من بعدي ارجع تاني من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. عندك كم سنه يا احمد؟ 12. 12 حافظ قد ايه يا احمد؟ 22 جزء. 22 جزء ما شاء الله، والله قراءة جميلة يعني، بس أوصيك بالوقف والابتداء، حسن التوظيف للوقف والابتداء، إزاي أقف فين وأبدأ منين، دي مهمة جدا يا أحمد. معنا حسن أيضا من الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أقرأ. اتفضل يا أستاذ حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. لا يا حسن ارجع تاني عشان المعنى. حتى نعلم المجاهدين منكم. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يا حسن عن سبيل الله دي اسمه إخفاء. عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بارك الله فيك يا حسن، يعني جميل جدا، بس الوقف والابتداء يعني وشاق الرسول وترجع تاني من بعد ما تبين لهم الهدى لن لا يعني الهدى وترجع تاني من بعد وهكذا إلى آخر الآية. بس بصراحة يعني النهاردة مواهب كثيرة وأنا سعيد جدا بهذه المواهب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم جميعا. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل. عدنا إلى حضراتكم، معنا أول مكالمة بعد العودة من مصطفى القليوبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا إن ركز يا مصطفى دي حرف غنة مشدد حركتين. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا. لا من بعد، ارجع تاني عشان المعنى زي ما اتفقنا مع بعض، الوقف والابتداء. من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بارك الله فيك يا مصطفى، ربنا يحفظك. معنا فاطمة من القليوبية أيضا. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين لا حتى نعلم، ما لو بدأت من أول الآية نفس المشكلة، نفسك بردك مش هيقدر يكمل الآية، فبدأي من أول حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا. اقف على الهدى وارجع تاني من بعد ما تبين لهم الهدى.
وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بارك الله فيك يا فاطمة، قراءتك أنت ومصطفى ما شاء الله، ربنا يحفظكم ويحميكم يا رب. معنا الحاجة ليلى من القليوبية أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرتك والدة مصطفى وفاطمة؟ إن شاء الله. ما شاء الله، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. الله يبارك حضرتك. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين من أعوذ بالله. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عن سبيل الله، دي إخفاء حقيقي يا أستاذة ليلى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول. ممكن تزودي شوية يعني ست حركات بنحسبها كده. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بارك الله فيك، نعم الأم والله اللي ربت وعلمت، ربنا يحفظك وبارك فيك يا رب وبارك في أولادك مصطفى وفاطمة. معنا الحاجة زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول. نعم حضرتك وقفتي على وصدوا عن سبيل الله، تمام، مش لازم بقى ترجعي الاول ايه تاني، امال تعملي ايه؟ وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، ومفيش اي مشكله لو بداتي وصدوا عن سبيل الله، مفيش اي مشكله ومش لازم ترجعي الاول ايه تاني. جزاك الله خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويمتعك بالصحه والعافيه. ولك خيرا بامر الله يا رب، ونفع بك الاسلام يا شيخنا. نعم ونفع بك الإسلام يا شيخنا. اللهم أمين، ربنا يحفظك يا حاجة زينب. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بارك الله فيك يا حاجة زينب، وجعل هذه القراءة في ميزان حسناتك، اللهم أمين. معنا دليل من الأقصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. بالراحة يا دارين بالراحة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يلا سمعيني بقى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين، وما تاخديش نفس كده بالطريقة دي، والصابرين ولنبلو أخباركم ونبلو أخباركم
أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. عندك كم سنة؟ داخلة في 13. ربنا يحفظك. بس احنا عاوزين نتعلم ان احنا نقرأ القرآن بتؤدة وطمأنينة، ما نبقاش مستعجلين، عشان لما نستعجل بنضيع احكام، وفي احكام بتضيع مننا. ربنا يحفظك وبارك فيك يا رب. معنا محمد من البحيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. يا محمد انت وقفت حتى نعلم، لا حتى نعلم، لو وقفت عليها حتى نعلم، ما ينفعش اقول حتى نعلم. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بارك الله فيك يا محمد. بس انت بدأت بطبقة عالية جدا. يعني ناس كتير بتسألني انا بقرأ وبحس ان انا صوتي تعبني، بقرأ وانا مخنوق، انا مش عارف اكمل، لو قرأت نصف صفحة او حتى ربع صفحة بحس ان انا تعبان، اعمل ايه؟ في فن التلاوة عندنا ثلاث طبقات، يعني طبقة الصوت ماشي، في مساحة اسمها القرار اللي هي اقل حاجة ابدأ بيه، لازم ابدأ من هنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد كده الوسط، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، ولما امشي شويه في الايات اجيب الطبقه المرتفعه لصوتي. لو عملت كده ومشيت بهذا المنهج مش هتتعب خالص باذن الله سبحانه وتعالى. معنا مريم من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تاني كده يا أستاذة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا ليه نعمل كده؟ ليه ناخد نقف على ونب؟ ما ينفعش. والصابرين، وارجع تاني حتى نعلم. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول يحبهم الله شيئا
وسيحبط أعمالهم. بارك الله فيك، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. ويقول الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني سعيد جدا بهذه المشاركات الطيبة التي تنبئ عن يعني إتقان الكثير من الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قراءتهم في ميزان حسناتهم، اللهم أمين. وبهذا القدر نكون قد وصلنا بحضراتكم بفضل الله إلى نهاية هذه الحلقة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، اللهم أمين. وإلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقات أخرى، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.